أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الراجح في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما؟ يقول: هل نزلت في آدم عليه السلام وزوجته حواء؟ هذا السياق أنها في آدم وزوجته حواء، وأن هذا الذي وقع منهما إنما هو من شرك الطاعة وليس من شرك العبادة، من شرك الطاعة وليس من شرك العبادة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع للمرأة أن تصلي صلاة الاستسقاء في البيت؟ جعل له شركاء فيما آتاهم، فيما آتاهم شرك طاعة فقط. وأما قوله تعالى: الله عما يشركون، هذا ما هو بآدم وحواء، ختام الآية هذا في المشركين عموما. نعم.